ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. جلس اسلام بجانب والدته يبكي على فراق والده. اسلام ببكاء: فوق يا ماما ارجوكي، مش هتبقي انت وبابا عليا. لتدخل سكرتيرة والده اليه وهي تحمل كوب ماء. اتفضل يا استاذ اسلام. شكرا يا نعمة. نعمة، ما تعرفيش ايه السبب في حالة بابا؟ يعني ايه اللي عصبه جامد كده خلى عنده هبوط حاد في الدورة الدموية بالشكل ده؟ السكرتيرة بعد تفكير: لا والله يا فندم، لا ثواني، هو كان في واحد حلاوة قوي كده كان دخل قبل ما والد حضرتك يقع الوقعة دي. اسلام بعدم فهم: بتقولي ايه؟ يعني ايه؟ مين دخل لبابا عصبه كده؟ انطقي. والله يا فندم زي ما بقولك كده، كان في حد شكله كان عاوز باباك في حاجة مهمة، وهو كان اخر واحد خارج من عنده، بعدها دخلت لقيته واقع، والباقي انت عارفه. عارفة اسمه؟ ايوه يا فندم، اسمه ادم الكيلاني. ادم الكيلاني؟ شكل نهايتك هتبقى على ايدي لو انت السبب فعلا في موت بابا. ريوان وهي تدخل لقاعة المحاضرات، ميار بصوت عالي من المدرج: ريوان انا هنا يا ولية. لا لا ما تكلمنيش تاني، انت فاكراني هنسى موقف امبارح يا كلبة براس حمار؟ لا ومش اي حمار، ده حمار وحش مخطط. ليه بس يا رورو، انا عملت ايه؟ بذمتك يعني مش عارفة عملت ايه؟ بقى اقولك، ضربته بالقلم ويطردني انا وانتي قدامك ويهزقنا، وفي الاخر سوري يا دكتور مش هتحصل مرة تانية. ما خلاص بقى يا رورو قلبك ابيض، وبعدين هتكليني في الكلام. تعالي يا بنت قوليلي، هو دخلك ازاي؟ يعني بعد ما طردك شرح شوية هنا وبعدها طلع يرد على التليفون، ودلوقتي دخلتي، ايه اللي حصل؟ عيب عليكي، ده نروان والاجر على الله، من غير ما اتكلم حتى قلت له انا هدخل يا سلومي، قال لي براحتك يا روري. يخرب بيتك، وربنا لو سمعك دلوقتي هيبقى فيها طرد من الجامعة يا روري. برضو ده مش هيغير اني زعلانة منك، وانا اكتر حاجة توجعني الخيانة يا عمر. يخرب بيتك وربنا انت مجنونة. سيبك بس من الضحك ده وقوليلي، هو اتأخر كده ليه؟ ده كان داخل ورايا المدرج، ايه اللي اخره؟ معرفش، تلاقي في تليفون تاني جاله ولا حاجة. ممكن. كعادته دخل الى شركته بغروره وجموده المعتاد، لم يشغله او حتى يلتفت لحديث الموظفات باعجاب واضح عنه. ادم وهو يدخل مكتبه: رضوى. ايوه يا فندم. هاتيلي عقود الشركة الالمانية وبعتيلي علي دلوقتي على المكتب. تحت امرك يا فندم. حاجة تانية؟ لا اتفضلي. ستوب، تعالوا نتعرف على رضوى امام، سكرتيرة ادم الكيلاني. جميلة جدا، ذات بشرة سمراء ناعمة للغاية، وشعر ناعم قصير يصل لرقبتها، وأجمل عيون على الإطلاق، فعيونها خضراء للغاية وجميلة جدا. تلك السمراء أمحية اللون، وأنف صغير وفم. لديها 24 سنة، تعمل مع آدم منذ عامين، ومخلصة في عملها لرئيسها جدا. رضوى وهي بتدخل لمكتب علي حتى تخبره بأن آدم يريده. رضوى بجدية: أستاذ علي، آدم باشا عاوز حضرتك. علي بتركيز وهيام على تلك التي يعشقها منذ عامين ولكنها لا تعلم. رضوى باستغراب على سكوته: أستاذ علي، أستاذ علي. أيوة نعم يا رضوى، أستاذ آدم عاوز حضرتك في المكتب دلوقتي.
حاضر يا رضوى، انت تأمري. رضوى وهي بتخرج بخجل، شكرا يا فندم. علي بحزن بعد خروج رضوى، امتى تعرفي بقى اني بحبك؟ هفضل لحد امتى راقبك من بعيد كده؟ ونروح تاني لعند اسلام، تم دفع السيوف باشا تحت نظرات البكاء من اسلام ووالدته المنهارة بجانبه. اسلام ببكاء وهو جالس بجانب قبر والده. وغلوتك عندي يا بابا، من اللي خلاك تقع الوقعة دي؟ يا بابا لو تعرف انا من غيرك عامل ازاي دلوقتي. بس ما تقلقش، والله العظيم لو ادم الكيلاني السبب في موتك هتكون نهايته على ايدي. ربنا يرحمك يا رب. ليقف اسلام ويدعو لوالده بالرحمة. روان وهي تدخل لمنزلها بعد ان انتظرت دكتور اسلام لمدة ليست بقليلة في المحاضرة حتى تأكدت انه لن يأتي تحت استغرابها الملحوظ، روان باقتحام لمنزلها كعادتها. يا ماما خلاص خلاص، بكرة براءة، هنام وهصحى على رواقة. والنبي يا رب عوض علي عوض الصابرين، يا ما كان نفسي اجيب واحدة عقلة تدخل البيت تقول لي ازيك يا مامتي يا حبيبتي وتيجي تبوس ايدي، انما اقول ايه مخلفة زلزال مقتحم. يا ماما ده كان زمان، وبعدين ايه ده بتسمعي ايه؟ بسمع مسلسل ابو العروسة. يا ماما يا ما نفسي في حد زي طارق يقول لي بحبك يا زينة كل شوية، انما انا شكلي في الاخر هصوم هصوم وهفطر على حمو بيكا. مين حمو؟ مين حمو بيكا يا ماما؟ ما تعرفيش حمو بيكا ومجدي شطة؟ ده بينهم خناقة رهيبة. مين دول يا بنتي؟ انا اول مرة اسمع ناس بالاسماء دي. يا ماما دول مطربين، وانتي عارفة اني مش بسمع اي اغاني برضو، ده الفن بذات نفسه، عشان كده محدش هيفهم الخناقة دي غير صحاب الفن الجميل اللي بسمعه. يبقى عرفتهم خلاص، طالما قلتي فن وبتسمعي يبقى عرفتهم. بص يا بنتي انا همشي وهسيب البيت ليكي انتي والجحش اخوكي، عشان انتوا خلاص هتطيروا الربع اللي ناقص من دماغي. هيثم وهو بيدخل من الباب، الجحش جه يا ماما، بتجيبه في سيرتي ليه؟ سبحان الله، انا لو بجيب في سيرة 10 جنيه ما كانتش هتيجي والله. لا على فكرة كانت هتيجي، اتفضلي يا ستي 10 جنيه اهي. وربنا اللي يشوفك بتهزر وبتضحك كده ما يقولش عليك انك في اخر سنة في هندسة بترول. لا وانت البت البريئة يا اختي اقعدي، ده انت ما حصلتيش بتوع ابتدائي. يا ماما صح، الواد سيد اللي في 5 ابتدائي جاي يشتكي لي النهاردة ان الابلة ريوان خدت منه المصاصة بتاعته وهي راحة الجامعة الصبح. اوبا والله يا ماما كان خد مني قبل كده شوكولاتة من الغالية ام 5 جنيه، واتفق معايا انه هيديلي مصاصة بالفراولة، فده حق الشرعي. الام وهي بتمسك شبشبها الشهير بابو وردة وبتجري ورا ريوان، وحياة امك هي حصلت يا بنت الدكتور خليفة، دي اخرتها عيل صغير، ده انت ليلتك سودة. سودة ولا بيبسي؟ وجريت ريوان بسرعة على اوضتها. اسلام وهو بيتجه للشركة بعد ما انهى مراسم دفن والده، دخل لمكتب والده بحزن شديد. نعمة هاتيلي كاميرات المراقبة اللي كانت على مكتب بابا في اخر ساعة قبل ما يحصل اللي حصل. حاضر يا فندم، عن اذن. اتفضلي. خرجت نعمة عشان تنفذ اللي طلبوا منها مديرها الجديد. اسلام بتنهيدة وغضب، خليني اشوف دلوقتي كل حاجة صوت وصورة عشان اعرف اذا كان هو ولا لا. ماشي يا ادم الكيلاني، والله ما هرحمك لو طلع اللي في بالي صح.
ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا. أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.